هنعمل ميلك شيك الكراميل، ثلاث مكونات منتهى البساطه، ايس كريم فانيليا، شويه من اللبن، وصوص كراميل، وده كل اللي احنا محتاجينه. اول حاجه كده ننزل بالايس كريم، هنزل ثلاث ارباع الكميه وهسيب شويه للاخر اهو، هنزل عليه بالصوص. هنزل شوية من اللبن. وهنضرب. هنزل دلوقتي بباقي الايس كريم. هبتدي اضرب بقى ايه على الهادي خالص. بس كده. وعلى طول